مرحبا. حذرت اليابان من تزايد نشاط بركان بيبعد نحو 50 كيلومتر عن مفاعل نووي، ونصحت السكان القريبين منه الاستعداد لإخلاء المنطقة. وأعلن مسؤول بوكالة الأرصاد اليابانية أنه من المتوقع حدوث ثورة بركانية أكبر من المعتاد وتساقط حجارة على المناطق القريبة، وهالشي بيشكل خطر على سكان المناطق المجاورة، ونصحهم بمغادرة منازلهم. بالعودة لطقسنا، صيف حار ورطب عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حرارة عالية رطوبة مرتفعة، والبحر متوسط الموج حرارة 129 درجة. اليوم طقسنا بلبنان رح يكون غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض محدود بدرجات الحرارة، ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 25، على المرتفعات 23، بالبقاع 14 والأرز 11، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل ببعض المناطق اللبنانية، إذن 27 بالقبيات، أرطبة 30، الأشرفية 31، ننتقل إلى البازورية 30، حروف 27، ميحة 26، لمتان 30، ووادي أديشة 24. أما الرطوبة فبتتراوح بين 55 و85%، حرارة سطح الماء 29 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، ريحها بتكون جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ لليلة 25 أقصاها 31، نهار الثلاثة بتتراوح بين 25 و31، نفس الشي نهار الأربعاء، ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 32، دمشق 36، طرابلس 38، والقاهرة 37، وأخيرا باريس 20. وهيدا كان كل شيء.